أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار الأخيرة من الفضائية التشادية، ونستهلها بالافتتاحية الإسبوعية والزميل السماح حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. إن الأسبوع الوطني للمرأة التشادية يعتبر إطارا تفكيريا حوليا تناقش فيه المرأة مجمل القضايا والمواضيع ذات الصلة بحواء التشادية، وخاصة مساهماتها في تعزيز مكانتها وترقية مجتمعها المحلي. وإن موضوع احتفال هذا العام برهن أن المرأة التشادية تعمل بكل إمكانياتها لتثبيت احترام حقوق النساء والفتيات باعتباره تحديا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويبدو أن الموضوع قد وجد مناقشات مستفيضة وحوارات جادة وتبادلات لوجهات النظر أثناء الندوات والمؤتمرات التي نظمت من قبل المعنيات بالأسبوع. نعلم جميعا أن كل النواميس السماوية فضلت المرأة ورفعت من شأنها وأعطتها حقوقها وأنصفتها وحثت على تعليمها لتبني مجتمعا سمحا وفاضلا، لأنها تمثل نصف المجتمع وبالتالي لها دور متعاظم في الحياة برمتها. عموما ينبغي أن يكون الأسبوع الوطني للمرأة نواة وفرصة مناسبة لتفكر المرأة التشادية المثقفة في أختها الريفية، لأن هذه الأخيرة تعاني الكثير من تحديات الحياة ولا أحد يغفل ذلك، فهي بحاجة إلى توجيه وتثقيف لتشارك في بناء محيطها الريفي وفق مقومات حياتية جديدة ومتطورة. ولتحقيق هذه الغاية يجب على الجهات المعنية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الموجه لتطوير المرأة الريفية وتوعيتها لإرسال الفتيات إلى المدارس والالتحاق بمراكز محو الأمية وبناء المراكز الصحية وتوفير الخدمات الضرورية لضمان الحياة الكريمة للنساء الريفيات، كي يقومن بدورهن ويساهمن في تنمية حياتهن الريفية. وهذه تعد من الأولويات. وقد أكد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في 8 أغسطس الماضي أن التشاديات قد تحملن العبء الأكبر في الشؤون الاجتماعية ويساهمن أكثر من الرجال في عملية الإنتاج والثروة الحيوانية، وأوضح أن حماية حقوق المرأة هي في قلب اهتماماته، وأن المرأة التشادية ستجد مكانتها في جميع قطاعات الوطن بدءا من الحصول على التعليم. انتهى الاقتباس. على ضوء ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصة لتنفيذ هذه المضامين إلى حقائق وأفعال. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل طبقت كل التوصيات التي قدمت إبان الأسابيع الوطنية الماضية؟ وهل هناك آلية لمتابعة ذلك لمعرفة وتقييم نسب النجاح والإخفاق؟ ونرى أن مثل هذا الإجراء يجب أن يؤخذ في الاعتبار. على كل، إن هناك جهودا بذلت وما زالت تبذل من قبل السلطات العليا والحكومة وشركائها لتطوير التجمعات النسوية للنهوض بالمرأة، ولكن رغم هذه الجهود تبقى الكثير عمله في هذه الناحية. نرجو أن يكون الأسبوع الوطني للمرأة التشادية معملا تختبر فيه النساء تجاربهن ومعارفهن، أملا في ترقية حقوق المرأة التشادية والسعي إلى أداء أكثر ريادة في كافة المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا ننسى أن المرأة في كل زمان ومكان ستظل ركيزة قوية للرجل والمجتمع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وقال أحد الفلاسفة: إن الرجل من صنع المرأة، فإذا أردتم رجالا عظماء فعليكم بالمرأة تعلمونها ما هي عظمة النفس وما هي الفضيلة. وكل عام والنساء التشاديات في تقدم وازدهار وبألف خير، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بمشيئته تعالى.